السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن السلحفاة لمن رآها في المنام. والسلحفاة لها أوجه كتير، محدش يقول أنا شفت السلحفاة يبقى حاجة ثابتة، لا، لها أوجه كتير، وهنوضح الأوجه على بعض الأمور أو الأوضاع المختلفة. طبعا أوجه رؤية السلحفاة بتشير على الامرأة، من رآها يعني تشير على امرأة متعطرة ومتزينة أي جميلة، أو بتشير على القاضي أو العالم أو الحاكم. دي بالنسبة للإيه أوجه، لسه في أوجه تاني بتشير على العابد وعلى العلم، بتشير على المكر، على الخديعة، على الفتنة، على الشر، على اختفاء أمور واختفاء أسرار. طيب إزاي هنوضح بعض الأمور؟ بالنسبة لحد شاف سلحفاء مثلا في البحر، رؤية السلحفاء في البحر قدامه دي إشارة على العلم وكسب المال، وإذا سبح طبعا مع سلحفاء في البحر فده دليل إنه هيكون إنسان عنده علم وعنده مال. طيب لو حد شاف سلحفاء في مكان فيه زبالة فده دليل على شخص أو رجل يدعي العلم وهو جاهل. طيب رؤية مثلا حد شاف مثلا إنه سلحفاء في الشارع، الشارع بتشير على الإنسان العابد أو الداعي، خلاص. طيب بالنسبة لو حد شاف رؤية سلحفاء في الفراش، خلاص، على سريرك أو فراشك، ده دليل على مكر وخديعة. طبعا فيها أوجه، دي فيها أوجه اختلافية على حسب حال الشخص ووضعه، ولكن العام مكر وخديعة، لكن في أحوال تانية هنبقى نقولها إن شاء الله عشان ما نطولش على حضراتكم. طيب لو حد شاف سلحفاة واقفة ورا الباب أو ورا حيطة، ده دليل على إيه؟ في حد هيتجسس عليك، وحد عنده أمور أو أسرار بيخفيها عنك، فتخلي بالك. طيب لو حد شاف سلحفاء في البيت فده دليل على الفتنة وعلى الشر، فتخلي بالك. برضو في ليه أوضاع تانية، دي الجزئية دي برضو لها أوضاع، عشان نوضح برضو من باب الأمانة العلمية لازم في جزئيات، بس دي اللي هي شاملة، أنا شفت كده وخلاص، ما فيش أي، لكن لو في الرؤية أي تجزئات أو أي حاجة حصل تاني حوار مع سلحفاء ممكن تتغير الأمر ده لحاجة تانية. طيب حد شاف سلحفاء مثلا دخل الأوضة عنده لقى سلحفاء جوه في عنده، فده دليل على امرأة متزينة ومتعطرة، يعني مراتك مثلا، سيان مثلا مراتك تكون متعطرة ومتزينة وفي حال حسن يعني. طيب حد شاف ان سلحفاء ماشي على الرمل، فدي إشارة على امرأة جميلة جدا، خلاص، يتوفى عنها زوجها، خلاص. طيب السلحفاء لما يشوفها المتزوج ده دليل على الفتنة. طيب للأعزب فتاة جميلة، خلاص، يجد فتاة جميلة، خلاص. طيب السلحفاء لطالب العلم، حد طالب علم فشاف رؤية سلحفاء ده دليل على حصول على العلم أو حصول الهدف اللي هو بيسعى ليه من العلم. طيب للعابد فده توفيق في العبادة بتاعته. طبعا أنا اديت نبذات أو بعض أمور للتوضيح مش أكتر، ولكن كل حاجة أنا قلتها دي متفرع منها حاجات تانية، زي الأوجه احنا بنقول كذا وكذا وكذا، وبرضو في بعد ما وضحت في بعض المواضع المختلفة بتفسر بكذا، ومع ذلك برضو ممكن تبقى أوضاع احنا قلناهاش، فحد يقول كده برضو عشان احنا بس مجرد للتوضيح، ولكن بحر العلم واسع ليس له شاطئ. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.